مشاهدينا الأعزاء، مع حلقة جديدة من حلقات سر التفوق، ومع أبنائنا الجمال نعرف نفسنا. إليا أمجد، ميلودي أمجد، إخوات آه، توأم. لأ، لا، اتفضل. مريم أيمن، خل، إخوات برضو. فوق، طيب، سنة كام يا إليا؟ تالتة إعدادي رايح أولى ثانوي، كويس، وأنا أولى إعدادي طلعت تاني إعدادي. تمام. أولى إعدادي طلعت تانية إعدادي برضه. تالتة إعدادي رايح أولى ثانوي. يعني فريقين متفوقين متساويين. متساويين، وأخوات وأخوات. تمام. نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. عايزكم تختاروا من 1 لـ5، أي رقم تختاروا؟ كام؟ 2. اتنين. 2. أربعة. 4. 4. تمام. اللي اختاروا 2 هياخدوا مجموعة ألف في الأسئلة، وأربعة هياخدوا مجموعة باء في الأسئلة. تمام. طبعا بندي فرصة لزمان إن احنا نجاوب، ومن خلال الإجابة بتاعتنا لو أنت شايف إن الإجابة غلط أو مثلا الإجابة دي مش صحيحة، ممكن نديك الفرصة ودرجة بتحسب ليك. تمام. تمام. الأول خالص قبل ما نبدأ كده، وحد فيكم عنده أي موهبة خالص؟ في انا تمثيل. تمثيل. تمثيل برضو. تمثيل برضو. رياضة بس. رياضة. بتلعب ايه؟ كونوفو. تمام، جميل. حصل على مركز حزام ايه ومركز حزام ايه؟ بني ومركز تاني قاهرة وأول سفير صيني. كويس، بسم الله ما شاء الله، لك توفيق كده، يا رب. مثل مصر في العالم بقى. ايليا بتقول بتمثل، ادينا حته كده. لا لا لا، عادي. محتاجة تمرينات عشان مدربين يعني يعني. اي حاجه انت كنت عملتها قبل كده؟ مش عشان بس تبقى صعب عشان مسرحية كاملة ما فمش هينفع جزء يعني. يعني مش هينفع جزء فيها. لا تبقى تمام، صعب. اوكي. طيب نبدا مع بعض في اسئلتنا. اول حاجه بناخد ايليا ومين؟ ميلودي. مولدي. أول سؤال بيقول: من العلوم اللي ساهمت في تطوير علم التحنيط عند المصريين القدماء. نديكم اختيارات. في عندي علم الهندسة وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الحساب. طب الاختيارات تاني؟ السؤال اللي ساعد على علم التحنيط في اه أيام يعني يعني ايه هنكتشفه. العوامل اللي ساعد؟ انت عارف طبعا المصريين القدماء متميزين بفن التحنيط، كيمياء. ويمكن لغاية النهاردة الأسرار بتاعته ما زالت، يمكن في منها اكتشف وفي منها لم يكتشف بعد. إيه العلم اللي ساعد المصريين في فن التحنيط؟ هل هو علم الكيمياء، الكيمياء. الفيزياء، الهندسة، الحساب؟ علم الكيمياء. آخر كلام. كيمياء. خالد. كيمياء. كيمياء. طبعا الإجابة، طبعا إجابة صحيحة، علم الكيمياء. برافو إليا، بتاخدوا كده الدرجة بتاعتكم كاملة. احنا كل سؤال من درجة. تمام. اوكي. ليه المصريين كانوا بارعين في فن التحنيط بالذات؟ او ليه هم كانوا بيحنطوا الموتى؟ احنا اه طب في اختيارات برضه؟ اختيارات. لا 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 لا، ده انا بسألكم أسئلة عامة يعني. ليه ليه كان المصريين كان ايه؟ ليه المصريين اهتموا بعلم التحنيط؟ عشان هم كانوا البعث والخلود اللي هم كانوا معتقدينه. تمام، لانهم اعتقدوا في البعث والخلود، وكان عندهم اللي هو بيموت ده هيجي عليه وقت معين، و فكان لازم يهتموا بالحاجة هو دي. كان وهيقوم اعتقد تاني، لازم ان هو يعتبروا ان يقوم هو تاني. نايم وهيصحى، وبعد كده فكان هتلم بيحط كل عملية املاكه حساب وكل وارقام حاجة وكده، جنبه في القبر بتاعه او اللي هو يبني كل بتاعه. حاجة وذهب وكل حاجة. تمام. وما زالت طبعا بعض المقابر الفرعونية لغاية النهاردة لم يتم الوصول إليها في بعض الأماكن. طبعا فن التحنيط، حد يعرف فيكم هم خدوه إزاي؟ أو فكرة البعث والخلود أو فكرة الحياة بعد الموت جت منين؟ طب ما نخلي اختيارات يعني. لا لا، أنا مش بسألك ده، مش تقييم ده، أنا بسألك بشوف أنتوا معلوماتكم إيه. لا هي دي حاجة كانوا بيعتقدوها يعني، هي مفيش حاجة أكدت لهم إن في حاجة اسمها بعث وخلود. هم لا، كانوا بيعتقدوا هم إن كانوا اللي هيموت. متأكدين ان في بعث وخلود، بدليل ان هم برعوا فن التحنيط، وكان في عندهم فكرة الثواب والعقاب. جت منين الفكرة؟
كده انت عارفين جت منين؟ اكيد حاجة دينية اللي متعلقة بيه. كل يوم الشمس ايه اللي بيحصل لها بتشرب وكل يوم ايه اللي بيحصل لها. تقرب. فقال لك الانسان نفس الكلام، هيبقى في شروق اللي هو الميلاد، وفي غروب اللي هو مين؟ الموت. الموت. الشمس بتشرق مرة اخرى وبتغرب وهكذا. جت بس الفكرة يعني من كده، اللي هو فكرة البعث بعد الايه؟ بعد الموت. الموت. وطبعا اهتموا بفكرة الثواب والايه والعقاب. نروح للمجموعة الثانية. ولد الإسكندر الأكبر في مدينة، عندي روما، مقدونيا، أنقرة، الإسكندرية. ولد الإسكندر الأكبر في مدينة روما، مقدونيا، 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 أنقرة، الإسكندرية. مقدونيا. أحسنت. طبعا برافو خالد. الإسكندر الأكبر ولد في مقدونيا. الإسكندر الأكبر يمكن مات عمره حاجة و30 سنة تقريبا، ولكن كان رجل عظيم اهتم بالحضارة بصفة عامة، وكان اهتم طبعا بالفتوحات. وعارفين طبعا هو دخل مصر، ولما دخل مصر هنا بدأ يشوف الحضارة الفرعونية ويقتبس منها بعض الحاجات، وحب يضيف بعض الايه؟ بعض الأشياء. حد يعرف حاجات عن الإسكندر الأكبر؟ أي معلومة عنه؟ مدينة كان اسكندرية بيحارب، يعني. نعم؟ كان بيحارب كتير قوي لدرجة دخل على، كان ممكن يخش على جيوش كانت بتبقى أكتر منه، بس كان عنده اللي هو الشجاع اللي هو عايز يفتح بلاده، وكان عايز يعمل زي سلطة كبيرة لنفسه. تمام وزورته اتطبعت على أول عملة، تمام كويس. عمل مدينة الإسكندرية عاصمة. خد العاصمة، الإسكندرية عاصمة. تمام، هي نعرفه انه سميت باسمه أصلا. اه هو او عمل حاجات في حاجات كتيره في الاسكندريه اللي اعرفه يعني، تمام. هو اهتم، هو كان مهتم كمان بالجانب الحضاري، بجانب اللي هي بالبناء. بجانب الفتوحات وكده، ويمكن زار بعض الواحات المصرية وزار بعض الأماكن في مصر، وبدأ يتعرف على الكهنة وأسلوبهم يعني اهتم مش بالفاتحين. في بعض الفاتحين بيهتموا بالفتح كفتح، لا، ده اهتم كمان بالحضارة اللي هي الايه؟ المصرية القديمة. كده احنا متساويين. السؤال اللي بعد كده، عاصمة مصر في ظل الدولة الإخشيدية. طب في اختيارات؟ الفسطاط ولا القطائع ولا القاهرة ولا العسكر؟ في عهد الدولة الإخشيدية. هو كل الأسئلة تاريخية كده؟ يعني هتلاقي كده وهتلاقي كده. العسكر. طب كانت ايه تاني قطاع الاختيارات؟ والعسكر الفسطاط والفسطاط والقاهرة والقطائع والقاهرة والعسكر. والعسكر. مش عارف كان العسكر القطائع. العسكر العسكر خلينا في العسكر. العسكر آخر كلام. العسكر. مش عارف، تمام. مش عارف معلومة. كويس، لا هو صح، الإجابة صحيحة على كده. شفت العسكر. العسكر. تمام، شجعوا نفسكم بقى. أما جم أما جم أصلا المسلمين فتحوا، أو العرب فتحوا مصر، أول عاصمة خدوها كانت الفسطاط، أما جه عمرو بن العاص وفتح مصر. بعد كده بدأت العواصم على حسب الدولة، يعني مثلا الدولة الطولونية خدوا اللي هي القطائع، والإخشدية خدوا اللي هي الإيه؟ العسكر، والفاطميين خدوا مدينة الإيه؟ القاهرة. حد يعرف أي معلومات عن الدولة الإخشدية والقطائع والعواصم دي؟ خدناها السنة اللي قبل اللي فاتت، بس مش فاكر حاجة صراحة. حد فيكم زار القاهرة القديمة؟ أو مجمع الأديان؟ يعني لا، أيوة. أنا دخلت في الموضوع. زرتوا الفسطاط، المكان نفسه بتاع الفسطاط؟ طب وزوروا الحاجات دي، وكمان لان فيها كمان مجمع الاديان بيضم الحضاره القبطيه والحضاره طبعا الايه؟ الاسلاميه. عندي كمان سؤال في الزراعه. عرف المصري القديم الزراعه في العصر، عندك العصر الحجري القديم، العصر الحجري الحديث، عصر المعادن، عصر الاسرات. عصر الحجري القديم. هقول تاني الاجابه، المصري القديم عرف الزراعة
في العصر الحجري القديم، العصر الحجري الحديث، عصر المعادن، عصر الأسرات. خد وقتك في التفكير. الحجر القديم، العصر الحجر القديم، نعرف العصر نعرف. الحجري القديم، ايه رأيكم؟ لا هو انا عارفة ان هو ابتدى لما عمل البيت بتاعه، ابتدى ان هو يزرع جنبه، تمام. بس متهيألي مش الحجر القديم يعني، لان هو ما كانش لسه جاب الطوب او مكونات اللي عمل بيها البيت بتاعه. وما كانش لسه عارف مرحلة الاستقرار في البداية. حجر حديث، اه كان في العصر حجر حديث. الحجري طبعا الايه الحديث، لان في العصر الحجري الحديث بدأ الانسان يقرب شوية من نهر. انتوا عارفين ان هو كان خايف الاول من نهر النيل كان معتمد في البداية، وكان الانسان بيسكن على الايه، على اللي هو ضفافه. الهضاب. فبدأ الانسان ينزل من الهضبة ويسكن على الايه، على الوادي. فدي بداية المعرفة الحقيقية بحرفة مين، بحرفة الايه، الزراعة. يلا سؤال بقى سهل. عدد الدول العربية في الجناح الأفريقي. قلنا عايزين سهل جدا كلهم 22 هم كلهم صح 22، احنا عايزين في الجناح الأفريقي بس. هم 10 ولا 11 ولا 12 ولا 13؟ قال كده 10. الثانية 12. لا أفريقيا كانت أكتر. طب سؤال تاني كده، عدد الدول في الجناح الأفريقي في أفريقيا قد إيه العربي؟ 11. أنا مش فاكر يعني، ده 12 أصل ده أحلى. رقم فمش هفتكره يعني. طب ما 12. تحاولوا تجمعوهم كده. مصر، تونس، ليبيا، المغرب. عد بقى عشان طب مصر، مشاكل تونس، ليبيا، ليبيا، المغرب، الجزائر، في جزر القمر 6 كده. جزر القمر. 10 مثلا، انت اقلهم 10. اه اخر كلام عشان احسب لكم الاجابه. 10 ايش؟ 10. 10. طبعا الاجابه اجابه ايه، صحيحه. 10. طبعا عدد الدول الافريقيه هم 10 دول بالفعل. انت عندك طبعا الوطن العربي كله كام دولة؟ 22 ايه؟ دولة. 12 في الجناح الاسيوي و10 في الجناح اللي هم الايه؟ الافريقي. أفريقيا. قول بقى انت كنت بتقول ايه بقى؟ مصر؟ مصر، خدهم بالترتيب من الشمال كده، مصر، مصر وليبيا ليبيا، تونس، وتونس المغرب، والمغرب الجزائر، والجزائر. خلاص؟ في عندك مدن القمر، موريتانيا، جزر موريتانيا اه، وجزر القمر كده 7. اه في ايه تاني تحت؟ سودان. السودان. كفاية كده. فاضل 2، في جيبوتي تقريبا ماشي، 9. جيبوتي. فاضل لك واحد. واحدة سهلة. ما قلناش مصر ولا قلنا مصر؟ لا قلنا مصر. أنا مش فاكر يعني، لو قدام خريطة هفتكرها، بس أنا مش ماشي الصومال. ترتيب. الصومال. طيب نروح للمجموعة الثانية ونشوف مع بعض سؤال تاني بيتكلم عن، انتوا عارفين كواكب المجموعة الشمسية، في منها مجموعة داخلية وفي مجموعة ايه؟ خارجية. خارجية. من كوكبات مش كواكب الداخلية في المجموعة الشمسية، الداخلية، الزهرة، مشتري، زحل، أورانوس. من الداخلية؟ اه هنزيد الداخلية عشان اعرفهم بالانجليزي. ايوه ثانية. اه داخلية، ميركوري، فينوس، ايرث، ايوه ما انا بتكلم بقى، عايز اترجمه. ترجم مش عارف اقول ايه. الزهرة. برافو عليك. الزهرة اللي هي آه ميركوري. طبعا اجابتها اجابة طبعا ايه، عايزين اسألك صحيحة. والمجموعة اللي هي الداخلية بتتميز بحاجة معينة، تتميز ان شدة الحرارة، ان هي معمولة من فيها الصخور، جاذبية، التانية بتبقى معمولة من حاجات الغاز غازية، من حاجات تمام، غازية اللي تبقى كانت أقرب للشمس ودرجة حرارتها عالية، تمام، لكن التانية وبتتميز باردة. ان هي عندها عدد الأقمار قليلة عن الكواكب الخارجية، بيفصل من الكواكب الداخلية والخارجية اللي هي حزام الكويكبات. كويس مذاكر. نروح لسؤال تاني. بمدن الساحل الشمالي المصري، بمدن الساحل الشمالي المصري،
السويس، السلوم، الغردقة، حلايب. سويس. سويس. السويس. الغردقة وحلايب والسويس وإيه؟ الغردقة وحلايب والسويس والسلوم. سلم تقول يعني الغردقة بحر أحمر، السلوم 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 هي تقريبا. حلايب تحت. لا مش حلايب حلايب اللي عند وشلاتين. طب ثانية، احنا السلوم السويس، بعدين. السويس لا، السويس كده السويس كده مش حلايب، سوا. حلايب تحت في ما بين بحر السلوم. متوسط اللي هما الاتنين الأخرانيين دول، آخر مدينتين كان اسمهم ايه؟ مش فاكر. حلايب السويس لا وفرات أو حاجة زي كده. لا، فرع رشيد ودمياط. السويس لا، رشيد لا لا مش لا، قصدي من السويس الزراعية. فوق. أيوة طيب أنا السلوم، بتكلم على مش عارف حلايب. سلوم فوق ولا مدن الساحل الشمالي. أيوة يا عم سوري، حلايب أنت يا عم تبصي السلوم، كده. حلايب تحت ولا فوق؟ ده تحت انت ملهاش دعوة فاكر خالص. السلوم فين او حلايب بس فوق؟ السويس انا مفيش قلت كده دعوة، حلايب السويس فوق الساحل ولا تحت؟ الشمالي فوق. السلوم تحت. سلوم. أيوة بس سلوم. هي مربوطة ما بين يلا نقول الإجابة. يلا سلوم. زي ما ما احنا تيجي بنقول بقى، حلايب أو سلوم يعني، بس حلايب أو سلوم. بس انا نقول سلوم يعني. طب لو هما قالوا صح، لو هما صح، حلايب ولا السلوم؟ لا حلايب دي تحت هي تقريبا خالص، السلوم يعني. تقريبا السلوم. السلوم. حلايب وشلاتين دول في آخر مصر. صح، حلايب وشلاتين دول آخر المناطق المصرية، ودول بيقعوا شمال دائرة عرض 22 شمالا، وطبعا هم أراضي إيه، مصرية 100%، لأن معروف إن حدود مصر الجنوبية تسير مع دائرة عرض 22 شمالا، اللي بيفصل مصر عن الإيه، السودان. حلايب بتقع في شمال هذا الخط، لذلك بنقول حلايب، حلايب ايه، مصرية. مصرية، فهي بتقع في الجنوب. قلت انت في الاول السويس، السويس لا بتقع طبعا سويس على انا خليج السويس. اتلخبطت. عندك الغردقة، انت يمكن عارف الغردقة عارف ده تبع البحر حدود البحر الاحمر. البحر الاحمر. طبعا المدينة الساحلية هنا اللي هي مدينة مين، مدينة السلوم. السلوم. كل الاسئله كده دراسات جغرافيا وتاريخ، انا تعبت مش حافظ حاجه. فين الاي كيو؟ كده اتعادلتوا. عايزين بقى ايه، نشد حيلنا شوية. هما برضو عندهم حاجة برضو ايه، نفس الكلام. من مدن الإقليم الصحراوي في الوطن العربي، يا مدينة بتقع في الصحراء، مدينة مناخها صحراوي. الإسكندرية، بيروت، طرابلس، الرياض. هو مدن تاني، الإسكندرية، بيروت، الرياض، طرابلس. مش اليوس ولا ايه؟ فكروا، لو فكرتوا مش هتلاقوها صعبة. لا ايوه لا لا كلها زرع. هي الرياض صح؟ ترابلز. لا رياض. الرياض الرياض. عشان في الصالة رجعت المجموعة تتفوق مرة أخرى بسؤال رياض. طبعا ليه مش الإسكندرية؟ الإسكندرية على البحر، كنترا. وبيروت نفس الكلام، طرابلس برضه على الساحل. فإذا هنا مش هيتميزوا المدن دي بالمناخ اللي هو الصحراوي. المدينة الصحراوية يعني لازم في قلب الإيه؟ في قلب الصحراء، الصحراء. والرياض في وسط شبه الجزيرة العربية أو فضلة نجد. فانا حسيتها في الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كلها صحراوية كلها يعني. صح. جدع شاطر. ناخد برضو سؤال في التاريخ، هل يعني احنا جبنا في الجغرافيا؟ خليها حاجة ذكاء، حاجة علمية يعني. هجيب لك حاجة علمية. ما بلاش تم تلفزيون. إنشاء سد اللاهون في عهد الملك. تصدق ايه؟ لهون؟ اللاهون. لا الفكرة اللهون بس. طب الأسامي بقى؟ هقول لك الاسامي. هو سد اللاهون ده طبعا في الفيوم، ما بين بني سويف والفيوم. تم انشاء سد اللاهون في عهد الملك سنوسرت الثالث، ابن محات الثالث، توت عنخ امون، من تحتب الثاني. سؤالك ده اختيارات تاني. اختيارات تاني. سنوسرت الثالث، ابن محات الثالث، توت عنخ آمون، من تحتب الثاني. من تحتب الايه؟ سنوسرت الثالث. الثاني.
صرت التالت. سرت التالت. منتحته بالتاني صح؟ منحطه بالتاني؟ انا اتلخبطت من التالت والتاني ولا ايه الكلام ده؟ ما خدتوش في اولى اعدادي؟ احنا خدناه بس بس هي خدناه بس اكيد مش قبلها هنفتكر، نسيته يعني. اكيد مش هفتكر كل هنفتكر. ما اه لك بحاجته. طب ثانية، هو مش طالع ولا طب السد العالي اتبنى في عهد مين؟ جمال عبد جمال الناصر. عبد الناصر. طيب سد العوم بقى في عهد ابن محات التالت. الله، ولا سورة واحد التاني. فينا ما شاء الله. الإجابة بتاعتكم إجابة خاطئة. هو ما زالت مجموعة ليا 4-3 لمجموعة خالد. سؤال لمجموعة خالد، يوجد مقر الأمم المتحدة بمدينة واشنطن، باريس، برلين، نيويورك. يوجد مقر الأمم المتحدة في مدينة واشنطن، باريس، برلين، نيويورك. نيويورك. نيويورك الإجابة طبعا إجابة صحيحة. رجعنا نتعادل مرة تانية، المنافسة بدأت تبقى قوية. فرصة السؤالين اللي جايين نقدر، هما كلهم عن واحد في عهد الدولة الأموية. خدتوا الدولة الأموية صح؟ ايوه. طب لا مش ما بلاش فاكرين. لا تكشف، مش لا فاكرين اي بلاش حاجه يعني. خالص الحاجات دي خالص محتاجه التاريخ. نرجع لها علمي علمي. طب او يعني اي خليها حاجه، حاجه حاجه معلومات عامه عموما، مش لين تاريخ يعني، حاجه علميه، حاجه مش من اعمال اي الملك اي كيو، كذا. اي لا حاجه من دول يعني. مش عايز حاجه من دي. لا اه مش مراجعين حاجه، فمش فاكرين يعني. هو مش مذاكره، هو حاجات عاديه معلومات عامه. بس صدق مش اللي هو هنفتكر معلومه التاني من عنه. التالت يعني، انت يعني صعبه. مش هتقدر تميز التاني من التالت. نعم. طيب محتاجين هي نرجع دي مدينة خلاص ماشي. في عهد الدولة الأموية أنشأها معاوية بن أبي سفيان. هل السؤال القاهرة، هل الفسطاط، هل الكوفة، ولا القيروان؟ ولا ايه؟ قيروان. ولا قيروان. القاهرة، ما خدتش الكوفة، بقى الفسطاط، القيروان. الكوفة والقيروان. القيروان. القيروان صح، لأن الكوفة اللي عملها علي بن أبي طالب، والقاهرة طبعا احنا قلنا من شوية الدولة مين؟ الفاطمية. الفاطمية. والفسطاط قلنا عمرو بن العاص لما جه فتح ايه مصر. فطبعا إجابتكم إجابة صحيحة. بنرجع تاني للمجموعة الثانية. شريان الحياة في مصر ايه؟ نهر النيل. لا 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 لا، مش على فكرة خالص. ثورة مش هو 19 ده امتى؟ السؤال. 19. مش هو ده السؤال. السؤال ده بنقطتين. لا السؤال ده ما يتحسبش. مش سؤال، مش سؤال. شريان الحياة في مصر مين؟ نهر النيل. شاطر، برافو عليك. السؤال بقى بيقول ايه بقى؟ ايوه. نهر النيل ده ليه منبعين؟ صح. نهر النيل ليه منبعين؟ منبع دائم ومنبع موسمي. منبع دائم ومنبع موسمي. مش بتحب نهر النيل؟ المنبع الموسمي بينبع منين؟ او هو ايه هو المنبع الموسمي؟ هل مكانه هضبة البحيرات، ولا مكانه افريقيا الشمالية، ولا افريقيا الجنوبية، ولا هضبة الحبشة؟ هضبة عندنا الحبشة. هضبة الحبشة، هضبة البحيرات، افريقيا، هضبة افريقيا الجنوبية، هضبة افريقيا الشمالية. هضبة الحبشة. هضبة الحبشة. هضبة الحبشة. طبعا اثيوبيا. الإجابة إجابة صحيحة. هضبة الحبشة هي منبع موسمي لنهر الإيه؟ النيل. هما سموه ليه موسمي؟ حد يعرف؟ في مواسم معينة في يعني. موسم في الأمطار. مواسم معينة. صح، لأن المطر بيسقط عليه في موسم معين اللي هو موسم الصيف. وتبدأ الهضبة، الهضبة واخدة الانحدار ده، ونهر النيل كده. فمعظم الأمطار اللي بتسقط على الهضبة في النهاية بتروح لمين؟ نهر النيل. لنهر الإيه؟ النيل، من خلال 3 روافد مشهورة قوي بتنبع من هضبة الحبشة، اللي هو الصباط والنيل الأزرق وعطبة. أهم واحد فيهم النيل الأزرق. أهم واحد فيهم إيه؟ النيل الأزرق. ليه النيل الأزرق؟
هو اهم واحد اكيد، لان هو اللي بيدي اكبر كمية من المياه لنهر النيل، فهو بيمد نهر النيل باكتر من 50% من المياه بتاعته. يعني معظم المياه اللي موجودة في نهر النيل جاية تقريبا من النيل الايه، من النيل الازرق. تخيلوا بقى رافد واحد بيدي للنيل كام، اكتر من كام، من 50%. طب هو اصلا في كام رافد؟ قال لي في ثلاثة، اللي هم العطبرة والنيل الازرق والسباط، ودول بيمدوا نهر النيل ب 84% من المياه. بيمدوا النيل بكام؟ ب 84% من الايه؟ من المياه. ده المنبع اللي هو الموسمي. تخيل بقى المنبع الدائم بيمد نهر النيل بكام؟ 16 ب 16. خلاص؟ يعني المنبع الموسمي بيدينا كام في المية؟ 84 84%. المنبع الدائم بيدينا كام؟ 16. يبقى ليه؟ مين الأهم بالنسبة لنا؟ الموسم. الموسم ليه؟ لأن هو اللي بيمد النيل بأكبر كمية من مين؟ من المياه. أنتوا طالعين أولى ثانوي صح؟ أول درس تقريبا في أولى ثانوي. يعني لسه ما خدناهوش. أه لسه ما خدتوش. بس أنتوا خدتوا معلومات عن نهر النيل في أولى إعدادي. نهر النيل إحنا عارفين اللي هو المنبع الأساسي ليه هو هضبة الحبشة وهضبة البحيرات. البحيرات اللي هو المنبع الدائم، عارفين ليه سموه دائم؟ لأن الأمطار بتسقط عليها طوال الإيه؟ طول العام. طوال العام. معايا؟ عشان كده سموه منبع إيه؟ دائم. بس بس للأسف إن المنبع الدائم ده معظم المياه بتاعته بتتبخر. عارفين ليه بتتبخر؟ شوية شمس. عشان الشمس، لأنها بتتعرض لأشعة الشمس معظمها في بيحصل منطقة، صح، بيسموها هضبة البحيرات الاستوائية، يعني بيمر فيها ايه، دائرة عرض، اللي هو ايه، دائرة العرض الاستوائية. فايه اللي بيحصل للمية هنا من شدة الحرارة؟ بتتبخر، بالإضافة في سدود نباتية مع قلة الانحدار، كل ده بيؤدي إلى ضياع كمية كبيرة جدا من المية. تخيل بحيرة بيروح لها 114 مليار، يتبخر منها أكتر من 90 مليار. شايفين الرقم؟ 114 يتبخر كام؟ اكتر من ايه؟ من 90 مليون. ده بسبب طبعا اللي هو درجة مين؟ الحرارة اللي هي الايه؟ اللي هي المرتفعة. بنخرج لفاصل وبنرجع مرة تانية ونكمل مع بعض اسئلتنا. مرة تانية مع سر التفوق، مع مجموعتين بيتنافسوا لغاية دلوقتي متعادلين. عايزين شوية أسئلة، مش عايزين أسئلة تاريخية، عايزين أسئلة علمية. وإحنا مصرين نسألكم أسئلة تاريخية. السؤال اللي جاي بيتكلم عن مهندس الهرم الأكبر. مهندس الهرم الأكبر. طب الاختيارات، طب او ده بجد لازم تكون عارفه، ده حاجه يعني من الحضاره يعني. حسب انا هديك اختيارات طبعا لما اسمع على حسب كل واحد وميوله ايه. وهغششكم بقى. ماشي. طب الاختيار، هو اسمه منتوحتب ثانية، احنا مش ولا خوفو ولا خفرع ولا حمقينو؟ منتوحتب. اللي بنى هو مهندس، الملك هو خوفو. معايا؟ ما دام مهندس يبقى مش هتنفع لا تقول ولا خوف ولا خفر، لان دول كانوا ملوك صح؟ من حطب. نغششهم اهو. اخر اسم اسمه ايه؟ نعم، حمقينو. حمقينو ده. لا ده كان ليه لوحده. ليه؟ من حطب. ممكن يطلع هو. انت بتشككنا ليه؟ انت عندك اتنين دلوقتي، منتو حطب وحمقينو. من حطب. حم ويونو كده. حم يونو. حم اونو. لا والله اسمه حلو. خلينا من حطب يعني، ما اعرفش مين حم. واحنا حم اونو يا عم، خد اللي اسمه حلو. حم اونو يبقى حم. لا حم يونو هو ده. طب ده احنا عايزين نعرفه من غير اختيارات ازاي يعني؟ حم اونو او يونو اي حاجه. يلا، عشان هو كان صعب فعلا. دولة عربية ماشي، تقع عند دايرة عرض 12 جنوبا. وركز بقى، تخيل الخريطة كده بقى في ذهنك كده وانت قاعد. تونس، الصومال، دايرة عرض كام؟ 12 جنوبا. السودان، جزر القمر. جزر القمر. ليه ما اخترتش تونس؟
لا تونس فوق تقريبا. تونس فوق في اه الشمال. جنب فوق خط اه ده الاستواء، فوق خالص، ده على البحر المتوسط صح. خط الاستواء في اه هو اللي السودان ممكن تقريبا على اتلخبط الاستواء. فيهم شوية، اللي هي الدول اللي تحت الصومال، عشان يمكن بتبدأ من 2 جنوبا استوائي تقريبا. مثلا، السودان فوق طبعا خط الاستواء، لكن مين اللي موجود عند دائرة عرض 12 جنوبا؟ طبعا جزر الايه، جزر القمر. ناخد بقى سؤال ذكاء. عارف لو ما جاوبناهوش صح سؤال الذكاء ده كسبان. بيقول لك ايه بقى؟ مدينة خرج منها احمس لطرد الهكسوس. كانت اسمه هنا، كانت تحت، كان طب انا اقول لك بيرشيما. المدن الاختيارات: تمشي. طيبة، ايوه اواريس، منف، القلزم. دي خلي بالكوا احمس طارد الهكسوس. ثانية انت ديبو، المفروض انت الصغيرة عارفة المنهج. طيبة. انت ايه افتكرت تشوف انت اللي خدت الحاجات دي ولا يعني ما جيبها؟ طيبة مواريث يعني، بس خلينا طيبة. طيبة الإجابة، طبعا إجابة صحيحة. طبعا طيبة هي المدينة اللي خرج منها أحمس عشان يطرد مين؟ الهكسوس. الهكسوس. أحمس حد فيكم عارف هو اتفوق على الهكسوس إزاي؟ العجلات العجلات الحربية، الحربية بالعجلات اللي عشان هي كانت الإيه؟ لسه جديدة بالنسبة له، الحربية. آلات حديثة. كانت حاجة حديثة بالنسبة له. سؤالكم سهل. شريان هو الحربية. بس مش قوي يعني. تطل آسيا من الشرق على المحيط. تعرف آسيا، شرق وغرب الأول آسيا، إزاي؟ أه شرق، آسيا، غرب، شمال، جنوب. تمام. آسيا بتطل من الشرق على المحيط. الهادي. ما انا اقول لك الاختيارات: الهندي ولا الاطلنطي ولا الهادي ولا المتجمد الشمالي؟ لا الهادي. الهادي. بس اسيا من الهادي. الاجابه صحيحه. سؤال ذكاء بقى. أحمس طلع من إيه؟ أشهر خلفاء الدولة العباسية. إيه؟ أشهر خلفاء الدولة العباسية. عباس حاجة بقى. أبو عباس حاجة، مش شرط. هو لو قال المؤسس كنا نقول حاجة أكيد فيها على العباس. صح؟ هو أبو جعفر المنصور تقريبا هو يعني ده المؤسس، ولكن هي بتنتسب لمين؟ للعباس. من أشهر خلفاء الدولة العباسية: عبد الملك بن مروان ولا علي بن أبي طالب ولا هارون الرشيد ولا السلطان سليم الأول؟ لا أول واحد كان إيه؟ هقول لك تاني: عبد الملك بن مروان، علي بن أبي طالب، هارون الرشيد، سليم الأول. عبد الملك بن مروان. يعني حاول تفكر شوية. سليم الأول. سليم الأول ده دولة عثمانية. دولة عثمانية. ده لسه قريب، دولة عثمانية. علي بن طالب طب تاني كده. هارون الرشيد. عبد الملك بن مروان، علي بن أبي طالب، هارون الرشيد، سليم الأول. هارون الرشيد. هارون الرشيد. الإجابة طبعا صح، لأن عبد الملك بن مروان هو من عصر الدولة الأموية، علي بن أبي طالب ده طبعا من الخلفاء الراشدين، سليم الأول ده الدولة خالد العثمانية. الدولة العثمانية. طبعا ما عندناش إلا هارون الإيه الرشيد في الاختيار. كل واحد ليه ميول، بس أنا شايف أسئلة تاريخية وجغرافية. أنا ماليش لا أنا الحاجات دي هخليكم تسألوا بعض أصلا. بجد؟ أه أنا اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح. البرتغاليين. البرتغاليين. البرتغالي. لا سؤال ده ما طب ما دي سهلة، بتاعت هارون الرشيد. والله لسه هارون الرشيد. هارون الرشيد عشان عارف طب ما هي يعني ده نهر النيل، بس ما تحسبناش عليها. خلي بالكم كل ده انتم ما قدرتوا تعادل. الإجابة صحيحة.
احنا ما زلنا متعادلين ماشي. في سؤالين هسألهم لكم انا خلاص، وانتوا هتسألوا بعض، كل واحد ممكن يسأل سؤال. ده هيتحسبوا اي سؤال؟ اه بس انت تقولي الاجابه بتاعتك. ماشي، اسئله ذكاء اي حاجه ماشي هيسأل. ممكن نكتب مثلا ممكن انتوا تسألوا سؤال صعب وهو يسألكوا سؤال صعب، واحنا نقول السؤالين بتوعنا. خلوا سؤالينكم انتوا في الاخر. سؤال اي كيو مثلا يعني، ايه سؤال ذكاء بس هيبقى كتابه يعني اكتر. لا لا، عايزين حاجه سريعه. فكروا فكروا في سؤال تسألوه لهم، وهم هيفكروا في سؤال يسألوه لكم. يلا ثواني. يلا إليه اتفضل اسأل السؤال. مين عنده حاسة شم أقوى؟ الكلب البوليسي، القرش، الدب القطبي أو الدب عموما يعني. لا على حسب ما القرش فينا. ماشي استنى ثواني. طيب القرش أكيد يعني؟ لا الدب. القرش بيعتقد انه اصلا ما عندوش حاسه شم. الكلب يعني الكلب البوليسي وعنده حاسه شم قويه، عنده تقريبا الانسان العادي مش عارف يبقى عنده 500 مليون ريسبتور سيلز، الكلب البوليسي يبقى عنده حوالي 2 بليون ريسبتور سيلز، البير اللي هو الدب بيبقى عنده 7 تايمز سترونجر ذان ذا الكلب البوليسي يعني. ذا الكلب البوليسي عنده اقوى 7 مرات منه. يلا يا خالد احنا فكرناش في حاجه اصلا. بس في سؤال تاني؟ ما هو ما يسألوك. احنا نسأل سؤال تاني ولا لا؟ هو انا هسأل سؤال واحد ونشوف مين فيكم اللي هيجاوبه صح. يلا اشهر روايات توفيق الحكيم. احنا هنحصل يعني هو سأل مليون سؤال تاريخ، ثاني سؤال ذكاء، سؤال علمي. انا معاك سؤال عليه روايات كتيره قوي. انت قلت لنا حاجه صعبه. لا انت ما هي لا خليني خليها حاجه، خليها حاجه علميه. ليه روايات كتيره عشان تاني علوم. بقول لك اشهر حاجه. قولوا اي حاجه من الروايات. نعم ما بقراش انا، ما بقراش. ليه ليه ليه؟ لازم ده الادب العربي ده لازم نعرفه كويس. قول لهم بقى الإجابة. لا اسأل سؤال علمي، اسأل سؤال علمي. لا خلاص هو سأل على حسب ما يتوافق معاه. قول. مش فاكرها قوي في مرة الحكيم تقريبا. طبعا حتى شوية أولاد حارتنا. أيوه. أوكي دي كانت من أشهر الروايات اللي هو يمكن من الحاجات اللي خد عليها جائزة جائزة نوبل. هو مش فاكر إيه أصلا. مش عارف الإجابة. لا لا اسأل سؤال تاني. طبعا أنا بشكركم جدا. ودلوقتي المجموعه اللي فايزه عشان تبقى عارف بسؤالك انت ده، المجموعه بتاع ليا هي اللي فاتت. بشكركم وشكرا وبتمنى لكم طبعا اللي هو ليه توفيق باذن الله، ونشوفكم كده حاجه عظيمه تشرفوا بيها بلدكم مصر ان شاء الله. شكرا.